يعني اذا كان الاهلي والزمالك ما عملوش حاجه، مش عارفين يعملوا الشركات اللي هي القصه زي اوروبا. طيب يبقى الحل الوحيد ان الشركات يعني بيراميدز مثلا، بيراميدز اشترى الاسيوطي مظبوط، بس النتيجه كانت ايه برضه؟ ما هو شاري لعيبه كتير جدا غاليين جدا، وساعات بيعرف يوصل للكونفدراليه وساعات ما بيوصلش. يعني ما احنا عايزين المحصله ايه؟ المحصله ايه؟ يعني هل دلوقتي الحل انه هذه الشركات تشتري الانديه الجماهيريه؟ الحل حضرتك ان الشركه، بص نظام الشركات زي السعوديه، ما انا بقول لحضرتك النادي عشان يبقى عنده شركه تدير يعمل شراكه مع شركه زي اوروبا ما حصلت. انا كنت قلت عندك هنا نادي اي سي ميلان 2018 مليون ب 500 مليون يورو اشترته شركه استثماريه وبرضه باسم النادي هو وقدرت ان هي تتخطى ملعب الاتحاد في انجلترا بتاع المان سيتي. ما هو مان سيتي لكن اسمه اسم الامارات. فهو لازم النهارده واحنا قاعدين هنا كده هذه الانديه كلها لابد ان تدعو المستثمرين الذين يرغبون في شراء كره القدم في النادي. هقول لك على حاجه، كامل ابو علي بيصرف صرف السنه دي اكتر من 250 مليون جنيه، مليون جنيه من جيبه. ايه المانع ان كامل ابو علي يدخل شركه مع النادي المصري؟ يدخل شركه وتبقى شركه رسميه. هو لازم تحول هذه الانديه الى شركات استثماريه. وعلى فكره هو في طريق ان هو يعمل حته شراكه مع الوزاره ومحافظه بورسعيد في موضوع الاستاد، لان الاستاد هيبقى يحتوي على بعض المشروعات الاستثماريه. هو شركته تشتري النادي، هو هيخش بقى كده يعني. ده كده الاسماعيلي اكيد في ناس هتشتري. ايه بقى يا كابتن علي؟ هتشتري فريق كره القدم ادم لميس في الاسماعيلي، كره القدم في نادي الترسانه. الراجل ده لما هيشتري هيستثمر، وكل الفساد مش هيبقى موجود، لانه هيشتري كره القدم الناشئين هيبقى فيها انضباط والتزام، مش هيبقى فيه بطاله كتيره موجوده، مش هيبقى فيه. وهتلاقي على فكره الرقم اللي بيدفع اقل كتير من 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 التقييمات الاخرى. ممكن. لانه لما الرقم بيتدفع في اطار شركه استثماريه قطاع خاص بيبقى مختلفه. مستري. عن فكره بقى اللي نادي ما حدش بيحاسبه، كل واحد يصرف. الحاجه الثانيه ان انا برضو لازم كل الشركات اللي موجوده في الدوري الممتاز دي ما تاخدش نفس الامتيازات اللي لازم تاخدها الانديه الجماهيريه. يعني مثلا انا هقول له سيادتك لازم لو عايز تكمل في الدوري الممتاز ترعى الفريق من الفرق. الله يرحمه الدكتور اسماعيل عثمان كان رئيس شركه المقاولين. نعم. مش كان بيرعى الاسماعيلي؟ طبعا. وكان بيرعى المصري؟ حاربوه حرب شعواء. فهي الفكره كلها، كل نادي عايز سيادتك تلعب في الدوري الممتاز وتكمل، انت النهارده في اسكندريه الشركه الفلانيه عارفينها؟ هترعي الفريق الاسكندريه. بالاضافه وهكذا. بالاضافه حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك، ومش هتاخد نفس المزايا اللي بياخدها النادي الجماهيري. لازم تخفيض الضرايب مثلا، القيمه المضافه على مثلاً الانديه الجماهيريه. لازم الانديه الجماهيريه تكون لها مزايا في عقود الرعايه، لازم يكون لها مزايا في بعض، لازم يكون لها مزايا مختلفه. لازم هوجه الانتقالات والفساد اللي في عمليه البيع واللعيبه دي في حاجه ممكن توقف ده. هقول لحضرتك، اتحاد الكوره بعد 2002 لما جه الكابتن حرب من بطولة أمم أفريقيا وخسرنا هناك ولقى الدنيا هتفتح، قال لك أنا هعمل انتقالات أربع لعيبة بس، لأن كانت الدنيا بدأت توسع وكل نادي يجيب له 20 لعيب، والسماسرة اشتغلت والوكلة وأعضاء مجالس إدارات شغالين في البيع والشراء. فقال لك أنا هعمل انتقالات أربع لعيبة بس، اتنين أفارقة أو أجانب واتنين مصريين. هيحد من الكلام ده حضرتك إن إحنا النهاردة لازم برضو اتحاد الكورة الهوجة بتاعة الانتقالات الكتيرة دي اتنين بس ثلاثة. هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ أفارقة. هقول غلط. ما لهمش أي لازمة على فكرة. ده بيجي بالسلب. نصهم ما لهمش أي لازمة. ده عارف. يعني أنا بقول لك أهو إحنا أنا في الأهلي ما عندي ناس ما لهاش أي لازمة. بيجي بالسلب على مستوى اللي بيعمل. لما أعمل اتنين بس هخلي قطاع الناشئين في الأندية دي. إحنا من 10 سنين يشتغل. كان حراس المرمى في مصر كانوا في وضع سيء. لما عملوا قرار بإن منع الحراس الأجانب يبقوا في الدوري المصري ارتفع الحراس ومستواهم الفني لكل الأندية في مصر حاليا بسبب إن مفيش حارس أجنبي أو أفريقي بمعنى أصح في الدوري المصري. اللاعب المصري عقوده أكبر بكتير مما يستحق. لو أنا لازم يبقى أكبر بكتير مما يستحق. أنا لو جيت وبعدين هو اللي بيحدد سعره. لا 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 بنعمل نظام احتراف خارجي. ليه ليه بنقولش إن فيهم ضربة يا كابتن علي؟ فيهم ضربة وفي سماسرة بياخدوا فلوس. بالظبط كده.